السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه شجرة الطلح الملحي أو يسمونها السمر الأسترالي، وهي من فصيلة السمر، ما فيها شوك مثل ما تشوفون. زهرها برم شابه زهر السمر بالضبط، يمكن أكبر شيء بسيط، رحيق وحبوب لقاح ما شاء الله وطيبة. ولواحد من الأصدقاء النحالين زرعها، جربها في عمان وجربها ما شاء الله يثني عليها، النحل ينزل عليها ما شاء الله تنشط النحل. هذه هي مثل ما تشوفون، هي بس مشكلتها الثقل، فيها ثقل فيها وزن من فوق، ولكن مع التقليم ان شاء الله راح تعتدل. يعني لازم تهتم فيها، تقلمها بين فترة وفترة لين تشتد. هذا سلامتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.